على الأصوات في البرنامج، ناس كتير ممكن تقول إن الأصوات في البرنامج أحسن منها. بص، مفيش حاجة اسمها أصوات أحسن من حد. أنا مثلا من وجهة نظري فلان أفضل من فلان في الوسط الفني، من وجهة نظرك العكس. وبعدين ما تقدرش تجيب أفضل صوت، ما محدش يقدر يحدد لحد النهارده مين أفضل صوت في الوطن العربي مثلا علشان تجيبه يقيم أصوات. كل ده فيه اختلاف. هي نجمة وذو قدر كبير وجابوها تقيم فنانين صاعدين بغض النظر عن قيمة موهبتهم قد إيه. الست دي اللي بيشوفها على التلفزيون طبيعي بينتقدها بدون أي كلام أي نقاش، وأنا كنت واحدة من الناس دي اللي انتقدتها قبل ما أروح عرب آيدل لما قلت يا بس. وأكتر حاجة كانت عاملة لي فوبيا عرب آيدل كانت هي أحلام. ولكن أنا بقى بعد ما روحت عرب آيدل اكتشفت حاجات كتير قوي تعلمتها في حياتي بقت معايا دلوقتي، أني ما أخدش بالظاهر أبداً وما أخدش من الشاشة. في ناس أنا بشوفها دلوقتي على الشاشة ملايكة، مجرد ما أقبلها وجهاً لوجه بكتشف العكس تماماً. الست دي أنا قلت قبل كده وحفضل أقولها بالمصري، ست غلبانة طيبة وبريئة جداً، بتتعامل بفطرتها اللي ممكن توديها في داهية، ما بتعرفش تحسب حساب الكلام وما بتعرفش تقول أنا هخسر مين لو قلت الكلمة الفلانية وهخسر مين لو قلت، ما بتعرفش تبقى دبلوماسية في كلامها. بتتكلم بفطرتها وعلى سجيتها جدا، وده بيخسرها ناس كتير. واحيانا بتقول كلام بيبقى موجه لاشخاص بعينهم، ولكن لما بيتقال في العلن كل الناس بتفهم انه عليها، فده برضو بيبقى غلط. بس انا لما قابلتها هي لا، هي بتدعم المطربين. على فكره الوحيده اللي بتقف لمشتركين كتير بيغنوا كويس في لجنه التحكيم هي احلام. يعني انا ما افتكرش حد من اللجنه تاني بيقف للمطربين لما بيغنوا كويس، مش انا بس، لا اي مطرب يعني، غير احلام هي اللي بتقف لهم. في مطربين بيستكبروا ان هم يقفوا للمطربين التانيين لما يغنوا. الست دي دعمتني ووقفت جنبي وانا ست زيها. يعني كانت ممكن تقول لو هي بالنوعيه دي لا ما تدعمش بنات وما تدعمش كده، لا بالعكس خالص. اللي بيتعامل معاه من قريب ست ودوده جدا بتحب الناس. هي عندها، انا عندي عليها ملاحظات ان هي بتتعامل على سجيتها زياده عن اللزوم في وسط لازم الواحد يحسب حساب الكلمه اللي بيقولها دي. المشكله انا واحده من الناس، انا كان في ناس كتير بالنسبه لي هم اهرام في الفن، والاهرام دي وقعت تماما لما قابلتها على الحقيقه وخذلوني، فتعلمت ان انا ما احكمش على البني ادم من ورا شاشه. بالنسبه بقى